حكت لي شكلك يا أريج رح تسافري مكان بعيد، بلكي مهرجان سينما. وبعدين حكت لي خلينا نسوي أظافرنا وبحط لك مانيكور. الشمس بتغيب والبيت هادي. إجت عايشة وحكت لبابا ليش قاعد هان بالحر يا بابا؟ روح جوا، انت خايف تقعد بغرفتك؟ امي جابت الاكل، يلا تعالوا كلوا يا بنات، خلينا ناكل على رواق. تم اليوم عرض فيلم صيف حار جدا للمخرجة أريج عيد، اللي وصفت الحالة اللي كانوا يعيشوها أهالي غزة أثناء الحرب الأخيرة في 2014. لكن الجدير في الذكر أنه كان النقاش جميل جدا، أثار العديد من القضايا اللي ممكن الفيلم اللي عرض ما تطرق لهاش، وأهمها الخلاصة اللي طلعوا فيها أنه الأكثر الناس تضررا من الحروب هم النساء. اثنين، المشاعر اللي أثبتتها المرأة أنه رغم الحروب رغم ثقل المعاناة إلا أنها تريد أن تعيش، وهي قادرة أنها تخلق من الموت حياة أخرى. إحنا اليوم بنبث مجموعة من الأفلام ابتدأنا فيها اليوم، ورح تكون كل خميس على مدى شهر في ضمن مهرجان شاشات العاشر، اللي إحنا اليوم بنعرض الفيلم الأول، بتعرضه الدكتورة رجاء سرغلي. وهذا الفيلم بيحكي عن واقع مرات بيكون اقتصادي، مرات بيكون سياسي، مرات بيكون اجتماعي. واليوم في عنا فيلم لمخرجة من غزة اسمها أريج، وهي مش أول مرة بتشارك معنا بأفلامها، وبتأمل إنه يكون هذا الفيلم عبر عن واقع معين عاشوه في غزة في فترة الانتفاضة، وكان في تفاعل عالي من الحضور ومن الناس المشاركة. الفيلم كان مؤثر جدا، حرب 2014 كانت قاسية خاصة على المرأة، ما يعرف يطلع ولا يعيشوا حياة مثل ما بحبوا، وهي كانت بتحب الحياة وبتحب المعيشة مثل غيرها من كافة النساء. وهاي كان يوم قصتها عيد ميلادها، فاستشهدت في يوم ميلادها.